أسئلة زي دي نتعامل معاها إزاي؟ أولا أنا مركز في الـ في الريفيجن دي على السوليوشن والثيرموداينامكس، عشان هما يعني هما الحاجات اللي فيها أفكار كتير. مسألة زي دي بيقول لك حد كده اقراها معايا. يقول لك عالم اسمه جوزيف سنة 1774 ابتدى يحضر الأكسجين من تفاعل معين. ايه هو التفاعل ده؟ جاب الميركري اوكسيد وعمل له ديكومبوزيشن، ابتدى يحصل انه يتفصل الميركري بلس او 2، طريقه معينه لتحضير الاكسجين. قصه كده بيحكيها في اول سطر، انا ما يهمنيش غير الايكويشن والداتا اللي عليها. بيقول لك الدلتا اتش بتاعت الايكويشن دي قد كده مكتوبه جنب المعادله، خلاص. استيميت ذا مينيمم temperature at which the reaction will be spontaneous. المطلوب ده احنا ما خدناهوش قبل كده او جديد علينا، اتعامل معاه ازاي؟ the minimum temperature اقل درجة حرارة، او ايه هي درجة الحرارة اللي بيبدأ عندها الرياكشن يبقى spontaneous. دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، اتعامل مع النوع ده ازاي؟ ده ليه طريقة معينة، يعني ليه طريقة معينة في الحل. ايه هي المينيمم temperature اللي الرياكشن ده بيتم عندها spontaneous؟ اتعامل ازاي؟ ممكن اخلي الدلتا جي بتساوي زيرو واشوف القيمة اللي بتحققه فوقيها شوية. جدع، برافو برافو كده، انت فاهم، برافو عليك، ممتاز جدا. لو انا اول حاجه بيقول لك المينيمم تمبريتشر اللي عندها الرياكشن بيتم سبونتينيوس، ركز كويس جدا في المطلوب ده، مينيمم تمبريتشر ات ويتش الرياكشن ويل بي سبونتينيوس. اول حاجه عشان تشتغل في المساله دي صح لازم تجيب التمبريتشر ات ايكوليبريم. يعني ايه التمبريتشر ات ايكوليبريم؟ اولا يعني ايه سبونتينيوس؟ اسبونتينيوس يعني الدلتا جي ايكوال نيجاتيف ولا بوزيتيف ولا زيرو؟ نيجاتيف فاليو، صح ولا غلط؟ انا عشان اشتغل في المساله دي واطلع المينيمم تمبريتشر اللي بتخليه للدلتا جي نيجاتيف، لازم الاول اجيب التمبريتشر اللي بتخليه للدلتا جي بزيرو، خلاص. ازاي؟ هنقول كده ات ايكوليبريم، ات ايكوليبريم الدلتا جي ايكوال زيرو. طب لما الدلتا جي ايكوال زيرو القانون بتاعنا بيقول ايه؟ دلتا جي ايكوال دلتا اتش ماينس تي دلتا اس. لما تحط الدلتا جي ايكوال زيرو في القانون ده يبقى الدلتا اتش ايكوال تي دلتا اس. حلو قوي. بمعلوميه الدلتا اتش والدلتا اس، التمبريتشر اللي هتجيبها دي تمبريتشر ايه؟ تمبريتشر للسبونتينيوس ولا تمبريتشر للايكوليبريم؟ تمبريتشر الايكوليبريم. يبقى تي، ايوه بالظبط كده، ايكوال دلتا اتش على دلتا اس. طيب الدلتا اتش هو مديها لك صريحه في المساله، دلتا اتش ايكوال كذا، فهتاخدها تعوض بيها. بينما الدلتا اس لازم اجهزها، هو مديك الاس بتاعت الاتش جي، ومديك الاس بتاعت الاوكجين، ومديك الاس بتاعت مين؟ الاتش جي او، مديك الاس بتاعت كل واحده في المعادله. اتفقنا؟ ايه يبقى لازم اجهز الدلتا اس على جنب، شدت خط كده دلتا اس، انهي سكه بقى احضر بيها الدلتا اس؟ اس برودكت، ايوه، ناقص اس رياكتنت. يعني مش لازم اديها لك صراحه، ممكن اخليك تشتغل شويه فيها وتجيبها انت. قلت لك في تريك في الدلتا اس لازم تاخد بالك منه وانت بتحسب قيم، يعني او هديها لك بيونت معينه، لازم ما تنساش الموضوع، يعني هيبقى بالنسبه لك تريك لو انت مش واخد على حل المساله، بس هيبقى بالنسبه لك عادي لو انت بتحل كتير. هتلاحظ ان الاس دايما انا بجيبها من التيبلز، بجيبها بالجول، انت لازم تخليها بالكيلو جول عشان انت عندك الدلتا اتش بالكيلو جول، خلاص. يا اما تحولهم كلهم كيلو جول وتشغل من بابه كيلو جول، يا اما ايه تحولها في الاخر تجيبها بالجول، بس ما تنساش تحولها لكيلو جول. طيب يبقى الدلتا اس ايكوال، يلا البرودكت اللي هو ايه؟ كامل اتش جي اهي 76.02 بالظبط، ده الاتش جي خلاص، بلس الاو 2 مديها لك بير مول 205، بس انا عندي المعادله هنا البالانس بيقول ان انا عندي نص مول اوكسجين، يبقى القيمة الحقيقية للإنتروبي بتاعت الأوكسجين كام؟ نص في القيمة اللي مدهاني. يبقى ما تنساش تضرب زي العادي بتاعنا زي ما كنا بنعمل بالظبط.
خلاص ده كده ايه البرودكت ماينس الرياكتنت اللي هو ايه، انا عندي حاجه واحده بس خلاص اخدها زي ما هي اللي هي ايه اتش جي او اهي. كل ده انا واخدهم بالجول، يبقى لازم احولهم في الاخر لايه لكيلو جول. لو جيت حسبت الدلتا اس، يلا احسبوها معايا. واحد من هتطلع عشرة كام؟ هتطلع ايه؟ انت قلتها انا عايزها بالجول عادي. بص خلينا نحل المسألة ايه؟ واحدة بالجول واحدة. هتبقى هتبقى ايه؟ 108 بالجول. ايوه بس قول الرقم صح، يعني يعني كله يبقى ايه؟ 108 22 بالظبط. 108 اه و20 و23. اروح كاتب ايه؟ جول. بالمول. طب يبقى عشان احولها لكيلو جول اسمع على يبقى زيرو. ايوه زيرو بوينت، صح ولا غلط؟ يبقى كيلو جول. يبقى دي خلاص بقت بكيلو جول، يبقى دي اللي هشتغل بيها. دي طريقه الحل، طريقه لازم تكون واخد بالك منها واخد بالك من اليونت علشان ما تطلعش التمبريتشر غلط. يبقى التمبريتشر ايكوال، يلا الدلتا اتش بكام؟ اخدها من فوق اهي موجودة جنب المعادلة. بوينت 84 على كام؟ 0.10823. التمبريتشر كده هتطلع لك بكام؟ لو جيت حسبت هتطلع كام؟ 839. ايوه هتطلع كام؟ 839.32 كلفن. خلاص؟ دي التمبريتشر اللي بتخلي لك ايه الدلتا جي بزيرو. طب انا عايز التمبريتشر اللي ايه اللي بتخلي لي الدلتا جي نيجاتيف. يبقى لو زودت درجه واحده، لو زودت درجه واحده على التمبريتشر دي خلاص انا كده وصلت للدلتا جي ايكوال نيجاتيف. لو زودت، لو عوضت بدرجه حراره فوق درجه الايكوليبريم بدرجه واحده، يبقى انت كده وصلت للايه، يعني معنى كده ان التمبريتشر المينيمم تمبريتشر وهقول لك تتأكد ازاي at which reaction will be spontaneous equal، يبقى 239 ولا ازود عليها سوري 839 ولا ازود عليها، هتبقى 800 وكام؟ زود عليها واحدة. وصلها، وصلها للرقم الصحيح، يبقى كام؟ 840 كلفن. طيب 40 كويس. عرفت ازاي؟ طب ليه زودت؟ ليه ما قللتش؟ ما هو الموضوع لازم يعني افهم عشان اقدر اقتنع. تعال عوض بالتمبريتشر دي تاني في قانون الدلتا جي، بس ما تحطهاش بقى بزيرو، عوض بالتمبريتشر دي تاني في القانون ده. يلا المفروض تطلع الدلتا جي بالايه؟ الدلتا جي بالنيجاتيف. يبقى الدلتا جي ايكوال دلتا اتش ماينس تي دلتا اس، ده عشان تتشيك لنفسك بيساوي ايه؟ يلا الدلتا اتش مدهاني في المساله 90 بوينت كام؟ 84 ماينس درجه الحراره اللي زودت على الايكوليبريم بدرجه او وصلتها رقم صحيح اللي هي كام؟ 840. طب حاجه زي دي لما بتجي لك ام اس كيو، انت بتختار الرقم اللي انا مديهولك في الام اس كيو اللي هو الرقم اللي بعد الايكوليبريم، ما تختارش اللي اقل. يعني لو اديتك ارقام كتيره اقل من ال 800 انت خلاص ما تختارهاش، انت تختار الرقم اللي ايه؟ اللي بعد الايكوليبريم اللي هو ايه 840. في مين الدلتا اس اللي انا جبتها 0.10823. المفروض لو جيت حسبت الرقم ده او سوري لو جيت حسبت الدلتا جي من هنا هتطلع ايه بالنيجاتيف. يبقى الرياكشن ده ايه سبونتينيوس. وزي ما قلت لكم يا شباب ما حدش يقول لي السبونتينيوس يبقى انا زودت عن ال 25 يبقى ده نون سبونتينيوس. كده انت بتحكم ان كل التفاعلات اللي بتتم فوق ال 25 درجه نون سبونتينيوس. لا انا قلت لك ما تحسبهاش كده، الرياكشن بيحسبها بطريقته هو. بالنسبه له 840 هي السبونتينيوس، يعني لو اتحط في 840 كلفن هو ده السبونتينيوس دايركشن بتاعه. مين اللي يحكم الكلام ده؟ انت ما تعرفش ولا نعرف التفاعل ده هيمشي ازاي. انت بتحسب الدلتا جي، بتحسب الدلتا جي. طب عشان نفهم اكتر، يجي عشان نخلص من القصه دي، حته المينيمم تمبريتشر ات ويتش رياكشن سبونتينيوس ده مطلوب مهم جدا لطريقه معينه، ان انا اجيب التمبريتشر ات ايكوليبريم وازود عليها. طب ليه بزود؟ علشان انت لما بتزود التمبريتشر مين هيعلى؟ انت عايز تعلي مين؟ عايز تعلي الترم ده، عايز تعلي النيجاتيف تي دلتا اس.
طب وعلشان الترم ده يعلى معاك لازم تلعب في مين؟ في التمبريتشر. طب علشان تخلي الدلتا جي بالنيجاتيف هتقلل التمبريتشر ولا تزودها؟ ازود التمبريتشر. تزود التمبريتشر. يبقى واحد يقول لي انا ليه زودت عن الايكوليبريم؟ علشان لما بتزود عن الايكوليبريم النيجاتيف تي دلتا اس كلها هتعلى، يبقى هتبقى النيجاتيف اكتر من البوزيتيف. صح ولا غلط؟ مش ده قلناه في الشرح واحنا بنشرح الساين بتاعه الدلتا اتش والدلتا اس؟ يبقى لما تعلي الترم ده يبقى المطلوب ان انت تزود درجه الحراره مش تقللها. فلما بتجيب درجه الحراره ات ايكوليبريم لازم تعلي درجه الحراره بدرجه واحده كمان علشان تخلي ايه؟ علشان تخلي الدلتا جي بالنيجاتيف. فهمنا القصه؟ فمعنى كده ان هو لو اتحط ب 850 او لو اتحط في 860 او لو اتحط في 900 هيبقى برضه سبونتينيوس. بس هو بيقول لك ايه؟ ايه هي المينيموم تمبريتشر؟ يبقى المينيموم تمبريتشر اللي هي الزياده عن الايكوليبريم. اتفقنا؟ يعني انا هنا طلعت معايا 839.3 وصلتها الرقم الصحيح اللي هي 840. يبقى كده دي المينيمم تمبريتشر اللي الاكشن بيتم عندها ايكوليبريم. فهمنا ازاي نتعامل مع الشكل ده من المسائل؟ لما يقول لك كالكوليت المينيمم تمبريتشر يبقى تاني بنعمل ايه؟ بنجيب التمبريتشر ات ايكوليبريم. هتبقى هي دي ولا نزود عليها؟ هنزود عليها. ايوه درجه اقل حاجه درجه واحده باي مينيمم. خلاص او توصلها لاي رقم صحيح بعدها. يبقى انت كده وصلت للمينيمم تمبريتشر وعرفنا ليه بنزود وممكن تعمل تشيك كمان. طب حاجه لذيذه لو جات لك في الامتحان واحد تاني ممكن يحلها بطريقه تانية، انه يطبق القانون ده على ما هو الامتحان ام اس كيو. انا مدي لك اربع اختيارات، يمسك كل تمبريتشر ويجيب لي ايه؟ يمسك كل تمبريتشر ويخلي لي ايه؟ ويشوفها امتى هتطلع بص وامتى. طبعا ده ويست تايم. ويست تايم ويعني مش صح. خلاص يعني مش المفروض اوجهك انك تحل كده. دي الطريقه المثلى اللي تخليك تحل صح ومتاكد من حلك. طيب دكتور، طيب لو في الام سي كيو يعني زاد عن الرقم بحاجه بسيطه ديسيمال وزاد عن الرقم بواحد، اختار الايه؟ لا 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 طبعا مش ده الهدف. انا مش هلعب في الماس، احنا مش في ماس. احنا هنا انا يهمني ايه؟ ان انا اجيب التمبريتشر ات ايكوليبريم وهلاقي في الاختيارات اختيار واحد بس اعلى من الايكوليبريم، وهو ده المينيموم اللي مرجو استخدامه. يعني هو إيه؟ اختيار واحد بس هلاقيه اعلى من الايكوليبريم. ايه يعني مش هيديني كذا واحده اعلى، هي تبقى واحده بس؟ لا بالظبط. انا لو اديتك كذا واحد واحده اعلى، انا الاختيار ايه؟ المينيمم تمبريتشر. بالظبط، وده اللي ياكد ده الرقم صح. بالظبط، اعلى اول واحده بعد الايكوليبريم. علشان كده قلت الحل ان انا اطبق الدلتا جي ايكوال دلتا اتش ماينس سي دلتا اس مش صح. يعني ان انا اجيب القانون ده اطبق التمبريتشر، كل تمبريتشر انا مديها لك تفضل تشوف مين البوزيتيف ومين النيجاتيف، ده مش صح. خلاص، وهتويست تايم كتير ومش توصل لحاجه، وممكن توصل باي شانت. بس ايه، عايز اقول لك ان الطريقه الحل المثلى هي الطريقه اللي انا بقول لك عليها عشان تبقى متاكد انك حل صح. خلاص كتبنا الفكره دي. مهمه ومش لازم تيجي بنفس الايكويشن، يعني ممكن تيجي بايكويشن تاني. طيب حاجه زي دي، كالكوليت الورك دان ان ذا فولوينج كيسز. لما 50 جرام من الايرن رياكت ويز اكسس اتش سي ال تو برديوس اف اي سي ال 2 اند اتش 2. هنا هو كاتب لك المعادله، مش كاتبها لك، هو قايلها لك بالكلام. يعني بيقول لك ايه؟ ان انا عندي عايز احسب الورك للمعادله دي، الاف اي بلس الاتش سي ال بيدي الناحيه الثانيه اف اي سي ال 2 بلس اتش 2. طيب عشان اعمل لها بالانس لازم ايه؟ لازم دي تبقى ايه؟ 2. اتفقنا؟ طبعا لازم هقول لك كل الستيت بتاعت كل حاجه. الاف اي سي ال 2 انا مديلك ايه؟ اكوس، والاتش 2 ده جاز معروف، والاتش سي ال ده برضو اكوس، يعني في ميه فيه. هنا الاف ده سوليد، ده ايرون. اتفقنا؟ انا عايز احسب كميه الورك اللي اتبذلت نتيجه الرياكشن ده، ومش اي كميه، ل 50 جرام. تمام. بيقول لك في الحالات الاتيه، ان كلوزد يعني في اناء مغلق، والمطلوب الثاني في اناء مفتوح او اوبن بيكر يعني او كاس مفتوح. وبيقول لك افرض ان الانيشال فوليوم اوف رياكتنس كان بي نيجليكتد. ما احنا كده بنجليكت في الورك، بنجليكت السوليد والليكويد. صح ولا غلط؟ احنا بنهتم بس احنا بنهتم بمين في الورك؟ بنهتم بمين؟
بالجاز صح؟ يعني حتى لو ما قلتلكش نجليكت الفوليوم يبقى انت بنفسك بتهمله. طيب اول حاجة اتعامل ازاي؟ اروح اعمل كده علشان انا عايز انا مش عايز احل، انا عايز اعرف طريقة اتعامل مع الشكل ده من المسائل ازاي. اروح جايب كده الورك، اروح منزل سهمين كده خلاص. طالب النصح بقى هو اللي يعرف التقسيمة ازاي. هنعمل ايه؟ هقول الورك بيساوي بي في دلتا البي دلتا بي. ايوه وايه تاني؟ ايه الاحتمالات الممكنه اللي عندي للورك دلتا لما يكون عندي ايكويشن؟ واتفقنا في الثيرموداينامكس لما يكون عندي ايكويشن زي دي قلنا بنعمل ايه؟ احنا خدنا زمان في شابتر 1 الورك ايكوال ايه؟ بي دلتا في خلاص. وهنا الورك ايكوال ايه؟ دلتا ان ار تي، ده اللي استخدمناه في الفيرست رو اللي هو دلتا اتش ايكوال دلتا اي بلس الورك. الورك ده شلناه حطينا دلتا ان ار تي دايما لان انا عندي هنا معلوم النمبر اوف مولز، عشان كده لازم تكتب المعادله موزونه صح ولا غلط. تمام. امتى بستخدم ده وامتى بستخدم ده؟ هنا بيقول لك ايه في كلوزد فوليوم، يعني ايه او فيكسد فوليوم؟ يعني عندي الفوليوم ما بيتغيرش، يبقى بالتالي هو بيسالني فين؟ بيقول لي القانون اللي في الفوليوم صح ولا غلط. انا هنا عندي الدلتا في ما اتغيرتش، الدلتا في ايكوال 0 ليه؟ لان ال في 1 ايكوال في 2، فلما تيجي تجيب ال في 2 ماينس في 1 هتطلع ب 0. بيقول لك فيكسد، مفيش اي تغيير فين في الورك. يبقى عارف بقى في الـ في الـ في الكلوز دي هتطلع ايه، مش محتاج حسابات، هتقول على طول ان الورك ب 0 لان مهما كان البريشر انت ايه الدلتا في ب 0. يعني معنى كده الورك اللي عندك هيطلع بايه؟ ده كلوز 0. تخيل انا عايزك تقول لي الورك ب 0 بس، اشوفك فاهم ولا لا. ودي كانت سبيشال كيس اخدناها في الفيرست لو في ثيرموداينامكس لما اقول لك ات كونستنت فوليوم حطينا الورك بزيرو. طب تعالى بقى في الاوبن خلاص، بيحصل تغير في الفوليوم بس مش هعرف اجيبه، ده اللي قلناه واحنا بنشرح. ليه؟ لان ده اوبن. ان انا امتى هشوف التغير في الفوليوم؟ لو انت حايد بيستون، البيستون ده بيتحرك بشكل تدريجي او بيتحرك مره واحده زي ما قلنا فين؟ زي ما قلنا في شابتر 1 في الجازس. طب احنا اتفقنا قلنا في الاوبن، في الاوبن بيكر احنا خلاص مش لقينا حل للموضوع ده. بدل ما نستخدم البي في الدلتا في ومش عارف اجيب الدلتا في، انا هستخدم دلتا ان ار تي لان الدلتا ان هي اللي عندي، والار والتي كده كده معروفه كونستنت، الار كونستنت والتي هيقول لي عليها في المساله. طيب يبقى الورك هيساوي ايه؟ يلا الدلتا ان دي لايه؟ اكتب كده للجازس. يلا هنعمل ايه؟ ان برودكت، اطلع بسهم كده الدلتا ان، ان برودكت ماينس ان رياكتنت للجازس بس. اللي هي مش مراجعين، مش مراجعين كويس. يعني معنى كده هنعمل ايه؟ ايوه هتبقى هنشطب على ده لانه اقوس، ونشطب على ده عشان اقوس، ونشطب على ده عشان سوليد. خلاص يبقى معنى كده ايه؟ ان هتطلع 1 ماينس 0 بالظبط. الدلتا ان هتطلع بايه؟ ب 1 ماينس 0 لان انت ايه كل ده انا عندي 1 مول من الجاز، وده مفيش اي حاجه من الجازس موجوده، يبقى بزيرو. الار بكام؟ 8.314. التمبريتشر بكام؟ اديها لك اهي، بيقول لك اد كذا يبقى 298. هتطلع لي الورك هنا في 10 نيجاتيف 3. انت حر بقى عايز تعملها بالجول. ان انا هنا مفيش حد اكبرني على حاجه. لما كنت بشتغل الورك في قانون الدلتا اتش والدلتا اي كنت بحول ليه؟ لان الدلتا اتش حكماني، بدي لك الدلتا اتش بكيلو جول. انما هنا على حسب الام سي كيو، لو جبتها لك بالكيلو جول بتحول، لو سبتها لك بالجول خلاص. المفروض يكون بقى فاهمين الكلام ده. يعني انت هنا بتجيب بس الدلتا ان ار تي، مش محكوم باي تحول. انا لو عوضت بال 8.14 يبقى انا عايز اجيب الورك بالجول براحتي ما فيهاش حاجه. انما لو الام سي كيو بتوجهني ان انا احولها لكيلو جول احولها. فاهمين الحته دي؟ يعني زميلكم بيسال ليه ما حولناش هنا لكيلو جول؟ احنا ليه كنا بنحول اصلا في قانون الدلتا اتش ايكوال دلتا اي بلس الورك؟ ليه؟ علشان الدلتا اتش والدلتا اي كانوا كيلو جول بالظبط. تمام. هنا لو جيت عوضت هنا هجيب ايه؟ هجيب الورك، بس الورك ده المبذول نتيجه ايه؟ هجيب قد كده هتطلع بالجول. الورك ده نتيجه ايه؟ نتيجه 1 مول. 1 مول منين؟ نتيجه رياكشن 1 مول من الاير. هو عايز يحسب الورك نتيجة رياكشن 50 جرام من الاير. يبقى لازم المسألة فيها شغل تاني بالنسبة للأوبن بيكر. يبقى هنعمل ايه؟ يبقى ما توقفش. ليه؟ لأن اللي انت جبته ده بير 1 مول. انت هنا في الإكويشن انت المعد موزونة 1 مول ايرن. انا عايز الورك المبذول نتيجة. هنعمل ايه بقى؟
even number of moles of iron وتبقى المال بتاعه قد كده. ايوه بالظبط كده. يبقى ال 50 ال 50 على ايه؟ شوف انا مديك ايه ده؟ الاتوميك ويت بتاع الايرن من البيريودك تيبل. لو قسمت الماس على المولر ماس هيدينا ايه؟ هيدي النمبر اوف مولز. بالظبط. يبقى اقول ايه؟ 50 على ايه؟ على 55.85. 55.8 كام؟ 5. تمام. مول هيدينا كام؟ يبقى انت كده هتجيب الورك هنا اللي هو ايه؟ بير 50 جرام ايرن. يبقى ما توقفش لحد هنا، لازم تفهم المساله. انا عايزك تحسب الورك اللي لا لما قد ايه اتفاعل، 50 جرام 60 جرام 100 جرام. اظن احنا اتمرنا على الكلام ده كتير. خلاص تروح عامل كده ايه رص وتجيب لي الورك بتاع ال 50 جرام. مساله زي دي بسيطه وكل حاجه، بس انا بسالك في الورك بس، ما دخلتلكش الدلتا اتش والدلتا اي في الموضوع. يلا نكتب الورك هنا. ده ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ لا انا ما دخلتلكش في قصه ريفرس وايه ريفرس ولا كي ووردز ولا الكلام ده خالص. انا هنا انا بقول ايه انا هنا بقول ايه احسبوا لي ايه الفيكسد فوليوم واوبن بيكر. هنا انت عايز تقول الاوبن بيكر ده ايه؟ بيتم ات 1 اتموسفير، يبقى كونستنت تمبريتشر، يبقى ريفرسبل. بس انت لو دخلت في القصه دي هتلاقي ان انت هتعوض فين في القانون بتاع ان ار تي 1 ماينس ده على ده، فتلاقي نفسك مفيش جيفن بتساعدك انك تعمل كده. انا قلت طالما في ايكويشن اشتغل دلتا ان ار تي. اتفقنا؟ تمام يا دكتور. خلاص؟ انما ان ار تي 1 ماينس ال 1 ماينس البي فاينل على البي انيشال محتاجه بريشر. لازم تكون عارف البريشر قد ايه، ولازم تكون عارف انت تقول الفاينل بون اتموسفير، بس لازم في جيفن هتبقى مش معروفه في المساله. فهتستخدم دلتا ان ار تي. كويس طريقه التفكير كده، بس لازم نعرف في الاخر الصح فين. يلا نكتب. مسألة زي دي ما فيهاش حاجة. يقول لك الأوزون in atmosphere can react with nitric oxide. لان النيتريك اوكسيد ده موجود في الـ في الـ في الـ في الهواء، فالاوزون بيتفاعل معاه، فبيقول لك انه بيطلع البرودكت NO2 بلس O2. خلاص الرياكشن اللي من النوع ده احسب لي الدلتا جي نوت والدلتا اس توتال. خلاص ومديك الايه؟ ومديك جيفن عشان تحسب بيها الدلتا جي. افكرك ان انا قلت لك الدلتا جي فيها خمس سكك، بشوف هستخدم انهي طريقه على حسب الجيفن اللي مديها لي. وقلت لك في قانون دونا عنهم كلهم مهم جدا 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 ولازم هتطبقه في مساله سر. لازم هجيب لك مساله كده كده هتطبقه اللي هو ايه؟ دلتا اتش ناقص تي دلتا اس اس تي. يبقى اول حاجه عشان احل اجيب الدلتا جي نوت، يبقى دلتا جي نوت ايكوال دلتا اتش نوت ماينس تي دلتا اس نوت. خلاص؟ يلا الدلتا اتش نوت بكام؟ بنيجاتيف. خلي بالك هتقع دلوقتي في حاجه ماينس. خلاص هو هنا في مش شرط اديك 25، انا كده كده شغال في النوت. يبقى ايه؟ اقول 298. بالظبط 298. الدلتا اس بكام؟ هنا مديها لك صراحه. ممكن اخليك انت تجيبها. ايوه بالظبط. يبقى ما ننساش الدلتا اس دايما احولها لكيلو جول. ومديها لك جاهزه كمان، انما في حاجه في الامتحان على ممكن اخليك انت تحسبها من اس برودكت ماينس اس رياكتنت. صح ولا غلط؟ خلاص قلنا الفكره دي في المساله اللي فاتت. هتطلع الدلتا جي من هنا هتطلع قد كده كيلو جول 197. خلاص طيب اجيب ازاي الدلتا اس توتال؟ يلا دلتا اس نوت توتال، ايه المشكله؟ يبقى كده يا جماعه تتمرن على الفيرست رو، نتمرن على السكند رو، واقول لكم على نصايح تعملوها علشان برضو ايه بس في الاخر يعني. ها هنحل المساله دي ازاي؟ هنحل قصدي الدلتا اس توتال ازاي؟ دلتا جي ايكوال تي دلتا اس توتال. برافو برافو جدع. هنحل ازاي؟ هنقول ايه؟ هنقول انا عندي الدلتا جي
يبقى شوف طبقت كام سكه في او كام طريقه في المساله. ادي السكه الثالثه وادي السكه الاولى، قلت لك علمها كده، طريقه اولى ثانيه ثالثه رابعه خمسه علشان ما تنساش، لان القوانين كتيره. خلاص اقول ايه؟ دلتا جي نوت ايكوال نيجاتيف تي دلتا اس نوت توتال. بس كده في ناس تشوف توتال تقول لي سيستم بلس سراوندنج وابتدى يبتدي ايه يعني يويس تايم. طيب هنا يبقى ايكوال طبعا الدلتا جي نوت جبناها ماينس التمبريشر 298 والدلتا اس توتال هي اللي انا ايه اللي انا عايزها. يلا نكتب. خلاص ابتدي انت بقى فكر وانت بتراجع في مع نفسك في البيت، حل لي المساله دي بطريقه تانية. ايه المشكله؟ هي 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 هو مفيش غير اللي انا بحله؟ لا ممكن انت تفكر في طريقه تانية وتوريها لي، تبعتها لي تقول لي صح ولا غلط. يعني مش عيب انك تفكر في طريقه تانية، والله ده دي طريقه انا بحلها. انت ممكن تشيك بطريقه تانية انك ممكن تحل الدلتا اس توتال بكذا طريقه، تبقى انت يعني كذا. بص انك تحل بكذا طريقه ده هيخليك داخل متمكن اكتر، متمكن اكتر علشان انت جربت كذا طريقه في الحل. نيجي بقى في السوليوشن. طبعا الاسلوب الامتحان هيجي ام اس كيو، مش لازم اجيب لك انا اي وبي وسي ونختار. يعني طريقه المساله هجيب لك عليها اي بي سي دي في الامتحان زي ما انتم عارفين. يعني حاجه زي دي نحلها ازاي؟ دي على شابتر ايه اصلا؟ انتوا سامعين يا شباب ولا انا بكلم نفسي؟ الو على شابتر السوليوشن، وده اللي انا كنت هقول لك هديك نصايح ليه يعني شويه. ده مش على الشابتر ده. بص الناس يا جماعه فعلا لحد دلوقتي ما بتعرفش تصنف المساله تبع شابتر ايه. يعني ممكن يقول لي المساله دي ليكويد، ممكن يقول لي اي حاجه، ممكن يطبق. انت في الامتحان هتكون مربوك، انت مثلا ممكن يجي هنا يطبق كليبرون اي حاجه، ما هو شايف ليكويد، هو يعني مش شايف اي حاجه، مش شايف ووتر، يقول لك الووتر، فدماغه تخش ببعضها. فانت النصيحه تعمل ايه؟ انت دلوقتي معاك امتحانات سنين قديم، خلاص انت المفروض ذاكرت مثلا الكتروكيمستري اللي احنا شرحناه امبارح، تروح مسلكت الالكتروكيمستري بس من الامتحان وتحلها. حلو، اجي عليها مثلا اربع اسئله حلتهم، لا عشان تشوف بتيجي ازاي في الامتحان وتشوف هتختار ازاي. يمكن في اختيارات قريبه من بعض، فتبتدي تشوف الاختيارات ماشيه ازاي. خلصت الثيرمودينامكس بعد ما خلصتها مذاكره تحل عليها هي بس في الامتحان. خلصت مش عارف الاسمنت تروح مختار وتحل عليها، لقيت نفسك مش عارف تحل سؤال اسمع الفيديو تاني شوف السؤال ده حله فين. لازم تحلها سبرت الاول، لازم تحلها. اتفضل لك سؤالين ثلاثه في الامتحان لقيتك نفسك ما اخترتهمش، تبتدي تقول ايه ده، هو ده تبع الثيرمودينامكس؟ اه طب انا ليه ما اخترتوش في الاول؟ تبتدي تشوف تاني، طب ليه؟ فتبتدي تشوف. فكتر ان انت تسلكت، انا بقول كده ليه؟ علشان تعرف في الامتحان لما تعمل كده كتير هتعرف في الامتحان تقول اه السؤال ده تبع كذا. كلمه السؤال ده تبع كذا انت حليت تقريبا 50% منه انك صنفته صح. بعد ما تصنفه بقى تبتدي تشوف قوانينك وتحل. خلاص يبقى دي علشان كده انا ما رضيتش احل امتحان كامل كده على بعضه. ليه؟ لان هنلاقي نفسنا بنحل شابتر 1 بعد كده داخلين في شابتر ايه بعد كده داخلين في شابتر مش عارف ايه، هتلاقي نفسك انت تايه معايا واسمنا بنرص ارقامه خلاص، ومش ده الهدف. يبقى لازم تعمل كده. المهم يا جماعه قبل الامتحان ما تبقاش بتفتح حاجه لاول مره، قبل الامتحان بقى خالص تروح قافل كل اللي قدامك وتبتدي تحل امتحان وانت مش باصص في اي حاجه خالص، وتقيم نفسك في الامتحان ده هتعمل ايه. لو قيمت نفسك في 2019 في الامتحان 2019 والترم اللي فات عملت ايه، تاكد مليون في الميه اللي انت عملته في الامتحانين دول هو اللي هتعمله في الامتحان اللي جاي. خلاص. طيب بيقول لك ايه، انا عندي ميكشر بريبيرد باي ميكسينج 40 جرام من الكافيين دوبتهم في 250 ملي ميه، كافيين تابلت من الصيدليه، في تابلت كده بتاع الكافيين جبت 40 جرام يعني 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 قد 2 تابلت ولا حاجه دوبتهم في 250 ملي ميه. بيقول لك كالكوليت الفيبر بريشر اوف سوليوشن، احسب لي الفيبر بريشر بتاع سوليوشن ومديك الفيبر بريشر اوف ووتر. ده ايه؟ ده اتفقنا البي نوت اتش 2 او اهو مديهولنا بالمليمتر ميركري.
انا حافظ القوانين بتاعتي بتقول لي ايه الفيبر بريشر اوف سوليوشن اللي هو البي توتال اكس اتش 2 او في مين في البي نود اتش 2 او انت معاك واحده وناقص الثانيه جهز لي الاكس هنجهز الاكس ازاي الان بتاعت الاتش 2 او على ان توتال ايوه بالظبط زي ما حلينا مساله قريبه من كده بس الشك فيه برضو حته يعني هنقابلنا حته يبقى جدع اللي هتكتشفها دلوقتي دينستي. جدع برافو عليك برافو ممتاز جدا جدا وقلت لكم خلي بالكم من لعبه الدينستي في الميه مش حديها لك الدينستي ب1 هنشوف هنستخدمها ازاي هنا في المساله بس اكتب القانون وابتدي واحنا بنعوض نشوف فين المشكله يبقى الاكس بتاعه الاتش 2 او ايكوال ان اتش 2 او على ايه على ان توتال بس ما تكتبهاش توتال بقى يعني ايه يبقى ان اتش 2 او بلس ايه الان بتاعه الكافيين اللي هي سي 8 H10 N4O2 دي الكيميكال فورمولا بتاعته في مين في البي نوت H2O في الحقيقه انا مديك الفوليوم بتاع الميه وانت عشان تجيب النمبر اوف مول محتاج مين الماس على المولر ماس لان النمبر اوف مول مش واضح صراحه في المساله لو انا قلت لك ان انا عندي طبعا السي طبعا الحاجات دي بتبقى مع يعني هديها لك في الامتحان 12 ال H 1 ال N ب 14 ال O ب 16 يلا احنا عايزين نجيب ال number of mole بتاع الكافيين هيبقى الماس على المولر ماس وانت معاك الاتوميك ويت بس بالنسبه للميه مش احنا قلنا حجم الميه هو الوزن بتاعها لان الدنسي بتاعت الميه بواحد يبقى على جنب كده على جنب الدنسي بتاعت الميه بواحد بس واحد ايه جرام برملي لازم اعرف اليونت خلاص واحد جرام برملي ده يخلينا نقول ايه ان ال 250 ملي اللي مديهم لي وزنهم ايه وزنهم 250 جرام بس خلاص يبقى انا عايز اجيب النمبر اوف مولز يبقى هعمل ايه يبقى هقول ايكوال الماس 250 على ايه المولر ماس بتاع الميه كام 18 صح ولا غلط صح ولا غلط يا جماعه اكدوا ان انتوا ان انا تمام ان احنا فاهمين اكدوا عشان ننقل للستيب اللي بعدها فيها مشكله الحته دي لا تمام لا تمام تمام هنا 250 على ايه برضو لان الميه موجوده في الميكشر في التوتال بلس هنا بقى هتقول لي ايه الماس بتاعتها او مدالك في ايه في راس السؤال يبقى لما اجيب لك سؤال في السوليوشن اجيب لك ماده زي الكافيين ما تتخضش زي مثلا ما نزلنا مساله في الشيت على نوع معين من الهرمونات وبدك انت ايه المشكله يعني انت بتتعامل مع المساله كانها سوليد في ليكويد وطيفر بقى ده ايه يبقى 40 على المولر ماس بتاع ايه بتاع الكافيين يلا نحسبها انت الكيميكال فورمولا بتاع الكافيين اهو والمفروض الاتوميك ويت اهي يلا نحسب المولر ماس عشان ايه نعوض 12 في 8 يلا طلعت كام 194 تمام يبقى 194 يبقى كده ده الاكس ممكن تحسبه في خطوه لوحدها وترجع تعوض بيه بس ايه للناس اللي هي ما بتعرفش يعني او بتتلخبط في ايه في العمليات الكبيره في ايه كل ده في قيمه مين في قيمه البيور مش لازم يبقى بالاتموسفير وما تحولش تحول ليه انت كده هتطلع البي توتال بالمليمتر مركي ما فيهاش حاجه بوينت كام 7-5 يبقى في النهايه هتطلع البي توتال هتعمل كل ده في ده هتطلع ايه البي توتال بالمليمتر مركري جبت لك انا الام سي كيو بالاي تي ام يبقى تحول الفاينل انسر تحول البي توتال لاي تي ام جبتها لك بالباسكال تحول الفاينل انسر للباسكال علشان ما تتلخبطش زي ما عملنا في الاس في الثيرمودينامكس بتجيبها عادي بالجول بس ما تنساش تحولها كيلو جول في الاخر هنا برضو نفس الكلام البي توتال بتجيبها على حسب اليونت بتاعت البي نوت وتبدا في الام سي كيو زي ما قلت لك برضو قبل كده انت هتجيب التمبريتشر بالكلفن ان افرض انا جبت لك الاختراض بالسيليزيوس يبقى هتزود 273 ولا تشيل 273 هتشيل 273 فالموضوع ما فيهوش مشكله اكتب على مهلك
يا دكتور معلش اسالك سؤال بس. طب لو كان ال V equal 20 لتر فكده الماس هيبقى كام؟ هيبقى ملي جرام. أيوة. أيوة انت اي بالظبط انت دلوقتي علشان تشتغل بالليتر تمام حلو يبقى انت عشان تحول لليتر لملي لتر الاول وبعد كده عشان انت عندك الدنسي جرام بير ملي انت عايز الماس بالجرام. خلي بالنا من حاجه ان لازم يكون عشان احسب النمبر اوف مول لازم يكون الماس بالجرام غصب عن يعني ما ينفعش تبقى بالكيلو جرام لازم الماس يكون بالجرام لان الاتوميك ويت اللي بديها لك من الجدول الدوري بالجرام فلازم يبقى الماس على المولر ماس يبقى بالجرام اتفقنا طبعا المولر ماس جرام بير مول فلازم يبقى حتى لو ادالك بالكيلو جرام ده مش هو ماس بس لازم تحول له جرام عشان تجيب النمبر اوف مولز طبعا ده شغل شابتر 1 مفروض دكتور وانا الانترنت بس عندي علقت فهو حاجة ينفع تقول من بعد ستاف الاكس اتش 2 او عملنا ايه الاكس اتش 2 او دي نسبه الميه في الميكشر اتفقنا الاكس دي بجيبها ازاي النمبر اوف مول بتاع الماده اللي انا اللي عندي على الان توتال اللي هي الميكشر اللي هو ميه وكافيين 40 جرام طيب انا مدينا في المساله 250 ملي مدينا الميه كفوليوم 250 ملي خلاص اهو 250 ملي يعني زميلي كان بيقول طب ده لو كانت باللتر خلاص اضرب في 1000 يبقى ده الملي فهتبقى بالجرام معاك خلاص طب هنا 250 ملي الدنسي بتاعت الميه بكام ب1 يعني 250 ملي وزنهم 250 جرام طب ليه انا بعمل كل ده علشان لما اجيب النمبر اوف مول لازم تبقى ماس على المولر ماس يبقى 250 على 18 وهنا برضو نفس الكلام 250 على 18 هنا النمبر اوف مول بتاع الكافيين هو مدينا الماس بتاعته 40 اهو ومدينا الكيميكال فورمولا عشان اجيب المولر ماس يبقى 40 على كام لما جينا حسبناها لقيناها المولر ماس 194 تمام شكرا جدا يلا بيقول لك what mass of ethanol طبعا احنا متعودين دايما في مساله السوليد في ليكويد يطلب لنا فريزنج بويلنج اوزموتيك زي المساله اللي فاتت فيبر بريشر بس هنا لقيته الماس اوف ايثانول طبعا بيقول لك رمز الايثانول C2H5OH وبيقول لي نون الكترولايت طب انا لو ما جبتلكش نون الكترولايت ما انت عارف ان نون الكترولايت ليه علشان فيها كربون وهيدروجين تمام ايه هو وزن الايثانول اللي هحطه على ايه must be added to 10 liter water to give solution freezes at ايه minus 10 degree celsius ومدينا الكي اف بتاعت مين ومدينا الكي اف بتاعت الووتر نيجاتيف 1 بوينت يبقى انا هطبق قانون ايه تي اف الدلتا ايوه الدلتا تي اف معايا اي ولا معيش معايا بواحد ايوه جدع يعني انا فاهم معايا بواحد بس ايه بس ما بنكتبهاش ده قصدي بيها لما كنا بنحل كنت بقول لك معايا اي ولا معيش قصدي اكتبها ولا ما اكتبهاش يبقى هنا مش هنكتب بس موجوده بواحد طيب هنا احنا اتفقنا في حاله الميه الفريزنج بوينت بتاعت السوليوشن هي ايه الدلتا تي اف يبقى هنا ماينس 10 ايكوال الكي اف بكام اهو نيجاتيف 1.86 في الام قلنا لما نيجي نحسب الام اشد خط يلا الماس على المولر ماس طبعا هديك الكربون ب 12 الاكسجين ب 16 الاتش ب 1 هدي لك كل الحاجات دي يبقى الماس النمبر اوف مول كان بيتكتب فوق اللي هو الماس على المولر ماس المولر ماس بتاع الايثانول كام حد يحسبه كده ها ده بسيط يعني 2 في 12 زائد 5 46 تمام 46 على وزن الميه بس بالكيلو جرام الباشمهندس اللي كان بيسال في الميه لو اديتها لك باللتر اهي جت اهي تعالى بقى قول انت فهمت ايه هنعملها هنعمل فيها ايه بقى هنا بالملي ونسويها بالجرام ازاي اضرب يعني في النهايه في النهايه هو التريك في كل الحته دي ان الميه مدهاني بال ب 10 لتر هنعمل ايه بقى نضربها ب 1000 يبقى 10 في 10 في 10 3 ملي لو ضربناها في 1000 بقت 10000 ملي لتر
بس هيبقى طيب. هي 10 مللي يبقى بالجرام. فلما تيجي تحولها للكيلو جرام عشان بس افهمك ان هي اللفه احنا بندور حوالين دايره مغلقه يعني. هنا انت حولتها لايه؟ قلت لي 10 تايم 10 باور ايه؟ باور 3 علشان تبقى ايه؟ بالجرام. طب انا هنا ايه؟ لما اجي اعوض في وزن الميه هعوض بالكيلو جرام ولا بالجرام؟ جرام. لا انا قلت جرام. في المولاليتي وزن الميه بالكيلو جرام او السولفنت عامه اللي تحت هنا لازم يكون بالكيلو جرام. تمام. يبقى هنعمل ايه؟ خليها 10 كيلو جرام. ايوه يبقى اللتر هو كانه بالكيلو جرام. انت طبعا يعني من كتر انت يعني عايز تمشيها بيزك مفيش مشكله مش تاخد مش هتويست تايم ولا حاجه مش هتاخد منك سنتين بس انا بقول لك يعني ايه يعني اللتر على طول هو اللي تعوض عليه هنا بالكيلو جرام ما فيهاش حاجه. لما تيجي تجيب الماس هو بقى كل ده عايز الماس. ما هي معادله احنا كل مره كنت بديك الماس والمولر ماس وكل حاجه بديها لك بطلب الفريزنج بطلب الفانتوف بطلب اوزموتيك بطلب الحاجات العاديه. بس ايه المشكله لما ادي لك انا الفريزنج واطلب الام ما فيهاش حاجه ما هي معادله ممكن اديها هي حاجه نون وانون هي بتعامل كده. وهنا النيجاتيف هيكنسل النيجاتيف علشان الماس في الاخر تطلع بالايه تطلع بالايه بالبوزيتيف يعني ما حدش يطلع لي ماس بالنيجاتيف اكيد يعني مش يعني مش معقوله يعني. مساله زي دي نرجع بقى ثيرموداينامكس او نتعود كده نرجع سليوش بعد كده نرجع ثيرموداينامكس يبقى العمليه ايه مش مترتبه. الناس اللي كانت بتسالني على البومب كارومتر وال امتى ده وامتى ده لسه كان من كام محاضره اعمل ايه في المساله زي دي فيها بومب كارومتر كونستانتوريا. ايوه لا احنا قلنا في حل المسائل في حل المسائل مش عايزين بقى الكلام اللي هو ايه اللي ما يقدناش او بيمبو كيلومتر ده كونستانت فوليوم. بس قلنا ايه الرياكشن ليه ساعتها كيو دلتا اتش دلتا اي وعلشان توفر وقت وتحل بسرعه انا مديك بيقول لك الكومبشن بتاع الاتش 2 خلاص ان بومب كيلومتر يعني عندي اتش 2 يعني ايه كومبشن جاز يعني بفعله مع الاو 2 جاز ناتج الايكويشن ده هيطلع ايه ناتج الايكويشن ده H2 بلس O2 هيطلع H2O صح ولا غلط؟ ما احنا واحد يقول لي طب احنا متعودين في الكومبشن المركب يكون فيه كربون وهيدروجين كان بيطلع CO2 ميه انا جبت لك نص يعني كاني جبت لك نص المعادله بتاعت الكومبشن هو المركب اللي هو اللي بيتحرق ايه؟ H2 لما يتفاعل مع الاكسجين هيدي H2 خلاص؟ هيدي H2O تمام هنا يبقى هاف. لو انا عايزك تشتغل بكونديشن تاني انا هقول لك في المساله اشتغل لي بال H2 فيبر بس النورمال ستيت بتاعت الكومبشن ال H2O ليكويد احنا اتفقنا كده من شابتر 4 كلام قديم دي المعادله اللي انا هشتغل بيها. طيب انا اول حاجه عايز ايه بيقول لي وات از ذا انثالبي اوف فورميشن اوف H2O عايز الدلتا اتش دلتا اتش اف طب هو ده جديد طب ليه دي دلتا اتش اف علشان المعادله اللي انا كتبتها هي كومبشن تمشي كومبشن وتمشي فورميشن هي كومبشن ليه علشان بفاعل مع الاو 2 طب فورميشن ليه علشان اليمنت بلس اليمنت ادانا كومباوند يبقى اكيد الدلتا اتش اللي انا هحسبها هي الدلتا اتش اف يعني الموضوع مش جديد بس انا بفكر يعني بفهمك ازاي تبص للمساله ونقف لحد علامه الاستفهام بس سيبنا كمل بس وبعد كده علشان بس يعني ايه الافكار ما تقطعش. هنا هو طالب الايه الدلتا اتش اف دي اللي انا عايز اجيبها خلاص. طيب وبعد علامه الاستفهام ده مطلوب تاني دخلنا الفيرست لوب السكند لوب عشان كده المساله دي مهمه ربطت لك الفيرست بالسكند خد بالك من الحته دي. طيب خلينا نشوف البومب كارومتر ده نعمل ايه لما يقول لي مساله او كومباوند بيتم الاحتراق في بومب كارومتر ومدينا 4 لتر و2 اي تي ام و 27 ديجري سيلسيوس اعمل تخمين وبيقول لك الهيت ايفولفت ساعتها كانت قد كده هعمل ايه الـ 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 يعني افتح المقارنه او افتح الصفحه بتاعه القوانين وشوف هنستخدم ايه. انا مش عايز احلها علشان ما يبقاش ان انا ايه يعني اللي عايزك تفكر معايا عشان تبقى المعلومه انت تعبان فيها هنعمل ايه نجيب من البيز الشكل ده كده خلينا نستخدم انهي قانون مش احنا مش ممكن ومش ممكن انا يعني مش عايزين نخش في احنا عايزين نشوف الشكل ده يعودنا بايه دي اسمها ايه كيو كيو
وانا معايا ايه اقدر اجيبه من الحاجات اللي مدهاني، الحاجات اللي مدهاني دي اقدر اجيب الان ايه اللي بيربط الثلاثه دول مع بعض بالظبط. لازم اجيب الدلتا اي الاول لان الرياكشن بيتم في بومب كارومتر، يبقى لازم اجهز الدلتا اي. اديتها لك جاهزه كان بيها، ما اديتها لكش جاهزه انت. يبقى الكيو ايكوال ايه زي ما قلنا ان في دلتا اي. عايز تعملها كروس ومش عارف ايه والكلام ده ما فيهاش مشكله، ما انا قلت ليك الحريه، بس انا دايما بحب ان انا اجيب القانون على طول، في قانون بشتغل بيه. يبقى الكيو ايكوال ان دلتا اي خلاص على جنب كده. الان ايكوال ايه؟ يلا بي في على ار تي. ايوه البريشر بكام؟ البريشر بتو ايه؟ الفوليوم بكام؟ 4 لتر. الان انا عايزها 0.0. ايوه كده. وهنا 300. يلا الان هتطلع بكام؟ يلا مستنينكم. 0.32. ايوه بوينت 0 بوينت مول. يلا يبقى انا دلوقتي الكيو عندي بكام؟ هو مديها لك، قلت لك الرقم ده لما يكون جنبي ايفولف اخده زي ما هو ولا ايوه يبقى نيجاتيف 91 0.73. ايكوال يبقى الدلتا اي طلعت بكام؟ يلا سالب 282.06. سالب ايه؟ 282. 286. لا ارسوك على رقم فيه سالب 282. حسبتوها ازاي دي؟ انتوا مش عارفين يا جماعه تحسبوا ده على ده؟ يعني ايه؟ هي جت 86 معايا في الكليه المفروض اصلا 86.65. 86 صح؟ يبقى نيجاتيف 86 و65. خلي بالكم يا جماعه عشان الرقم ده هيعتمد عليه المساله، ما انتوا يا جماعه احنا واخدين في الثيرمودينامكس الرقم بيعتمد هتستخدموه في المطلوب اللي بعده. فالموضوع لازم تتاكد من الكالكوليشن كويس قوي، تحسب مره واثنين خلاص. يبقى كيلو جول بير ايه؟ بير مول خلاص. لان انا عايز الدلتا اتش، يبقى انا عايز الدلتا اتش، يبقى لازم كنت جاهز الدلتا اي لان المساله كانت في البومب كارومتر. طيب هل انا وصلت كده للمطلوب؟ لا، انا جبت الدلتا اي، من الدلتا اي اجيب الدلتا اتش ازاي؟ قلنا القانون الشهير بتاع الفيرست لو، دلتا اتش ايكوال دلتا اي بلس دلتا ان ار تي. مفيش مسألة فيرست لو إلا لما لازم هتطبق فيها القانون ده. يلا الدلتا إيه بكام؟ بلس الدلتا إن بكام؟ أهو عندك ده بزيرو، يبقى زيرو ماينس تلاتة على اتنين. أهي ما هو واحد زائد نص بتلاتة على اتنين في كام؟ هنا بقى يا باشمهندسين الأر بكام؟ في الورك. انا هنا بشتغل بالكيلو جول، يبقى لازم عشان المساله كنت بحل بالظبط 8.314 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 في مين؟ التمبريتشر 300. ايوه 300. هقدر اجيب من هنا ايه؟ الدلتا اتش، وهي هي ايكوال ايه؟ لازم لو انت فاهم بقى خلاص، ما المعادله فورميشن، فالدلتا اتش اللي انت بتجيبها هي هي الدلتا اتش اف، هي هي الرقم اللي هيطلع ده، هيطلع قد كده كيلو جول بير مول. طب اكرر تاني، ليه سميناها دلتا اتش اف؟ علشان اليمنت بلس اليمنت يدي ايه؟ كومباوند. دكتور هو مش هضرب في 10 اس 3 بس فين؟ في المعادله تحت. تضرب فين؟ الناتج اللي يطلع من هنا؟ لا قصدي 8.314 في 10 اس 3. هي بالجول ولا بالكيلو جول؟ هي هي لو انا لو انا لو انا لو انا خبيت ده كده، لو انا خبيت ده كده
يعني قيمة الـ 8.14 دي جول ولا كيلو جول؟ لو أنا مسحت دي جول، دي مش جول كده. لو أنت عايز تحولها كيلو جول تقسم على 1000 ولا تضرب في 1000؟ هقسم على 1000. هقسم على 1000. عشان تقسم على 1000 بتعمل إيه؟ 14 في 1000. لا ده بقى عايزين. أيوه تمام. إحنا بص يا جماعة، أنا أقول لك لو أنت ما فتحتش حاجة خالص لا تقدر لسه فيها. ما فيهاش حاجة. افتح تاني وشد حيلك. وانا بقول لك لو قيمت نفسك في الامتحانات في كذا امتحان بتاع السنه اللي فاتت خلاص يبقى ده اللي انت هتجيبه في الامتحان ده. طيب المسألة خلصت. المساله خلصت ولا لسه؟ طب انا هاخد اسئلتكم. قولوا طيب ايه اللي حصل؟ هو انت بقول دلتا ايكوال كيو في على طول. الدلتا ايه؟ هي كيو في مش امتى. انا يعني انا ممكن اكتب هنا، اكتب هنا بدل دلتا اي، بس طالما احنا اتعودنا على حاجه خلاص يبقى ده. انا ممكن اكتب كده دي كيو في مفيش حاجه. ايه الفرق بين كيو في وكيو؟ ان كيو دي اني اماونت، انما الكيو في دي بيرمول. انا قلت لك ان اي رمز يعني اي حاجه او اي سيمبل كابيتال بيرمول. جينا شفنا الاكسبشن بتاع الكيو بي والكيو في، اتفقنا هم زي الوان مول بالظبط. يبقى كلمة امتى دي مش صح. هي المفروض الاتنين واحد، الكيو في هي الدلتا اي، بس احنا عشان متعودين نكتبها كده دلتا اي هنا فخلاص. بس السؤال بقى يجي ازاي؟ لو انا جيت قلت لك كالكوليت الكيو في دي معناها ايه؟ ان انا بقول لك احسب الدلتا اي بس كده. تمام شكرا. مش ده السبيشال كيس اللي احنا قلناها؟ وقلنا ان الكيو في ودي كانت من ضمن المسميات اللي احنا قلناها في الملخص لما جينا قلت لك تعرف ازاي الدلتا اتش في المساله من الدلتا اي. قلت لك انا مش هقول لك كالكوليت الدلتا اتش ومش هقول لك كالكوليت الدلتا اي، بتعرفهم ازاي؟ قلت لك دي اسميها كذا ودي اسميها كذا، دي اسمها ايه. وكانت من ضمن الاحتمالات ان انا قلت لك كالكوليت كيو في يبقى انا عايز الدلتا اي، كالكوليت كيو بي يبقى انا عايز الدلتا اتش. الموضوع مش يعني ما فيهوش لخبطه. تمام خلاص انت يا دكتور. تمام عندي سؤال هنا في المعادلة. هو أنا ما ينفعش أضربها في 2، بس لما أجي للقانون بتاع الدلتا إتش كده الدلتا إن هتبقى ماينس 3 مش ماينس 3 أوفر 2. ما هو أنت لو ضربت المعادلة دي في 2 يبقى أنت عندك الكومباوند اللي اتكون ده كام مول؟ يعني سي مثلا ضربت كل المعادلة في 2 فأنت عندك إيه؟ إن دي بقت 2، دي كده ما اسمهاش دلتا إتش. لما بتيجي تحسب لها الدلتا إتش ما تنسي يعني مش يبقى مش هتحسب لها الدلتا اسمها كيو. انت لو انت هتعملي كده، لو انت جيت تعملي بالانس وطلع معاك 2 كملي حل عادي مش مشكله. لو انت متعوده يعني مش عايزه انصاص والكلام ده، بس ما تنسيش في الاخر تقسيم على 2. اوكي تمام. هي تعود، هي على حسب انت متعوده على ايه. بس الصح يعني غالب يعني بنتكلم الحل العادي بنحل كده. اي حد متعود انه يعمل بالانس بطريقه معينه يعمل براحته، بس في الاخر ما ينساش يقسم على الرقم اللي جنب الكومباوند. تمام شكرا دكتور. طيب هنا في الـ باقي المساله بيقول لك ايه؟ بيقول لك لما يكون عندي اس، انا مش يعني مش هحلها، عايز اشوفكم بس انتوا فاهمينها ولا لا. احنا حلينا زيها فوق كتير. اس للهيدروجين اس اوكسجين. ايوه بص، اول ما الاقي السات كده يبقى لازم اجهز ايه؟ لازم اجهز الدلتا اس. بس ما تنساش الله يرضى عليك الدلتا اس في الاخر هتبقى بالايه؟ بالجول ولا بكيلو جول؟ بالجول. ايوه لا هتبقى في الاخر، انا في الاخر عايزها بالكيلو جول. هي بالجول يبقى لازم احولها لكيلو جول. ما ننساش يا جماعه الارقام انا بديها لك بالجول لازم تحولها لكيلو جول عشان تطلع النتيجه صح. طيب هو عايز الدلتا جي نوت، يبقى ايه القانون اللي هستخدمه؟ مش لازم اكمل حل عشان بس ايه نشوف اللي بعده. يبقى هستخدم القانون ده دلتا اتش ماينس تي دلتا اس. انا معايا الدلتا اس جبتها اهي. طب الدلتا اتش معاك اهي خلاص اهي. طب يا دكتور هو مش الدلتا اتش اللي احنا حسبناها دي عن تمبريتشر 300 فين اللي انا هحطها في القانون بتاع الدلتا جي؟ لا 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 انت كده مش فاهم. الدلتا هنا 27 دي انا ايه المغزى منها؟ الاثنين اتموسفير وال27 وال4 دول بس كانوا كونديشن عشان اجيب منهم النمبر اوف مول بتاع الهيدروجين. بعد علامه الاستفهام انت دخلت في كونديشن ثانيه. انا هنا طالب ايه؟ الدلتا جي نوت يعني طالب ايه؟ عند 25 ديجري سيليزيوس يعني 2.8. ازاي يا جماعه كده؟ هو محتاج حتى احل دي كمان؟ يعني دلتا جي نوت قلنا النوت دي يعني مش هتسالنيش في تمبريتشر،
يعني 25. طب انت هنا هنا انا بادئ المساله بكونديشن تانية، الهدف منها ايه؟ عشان اجيب النمبر اوف مول بس. فاكرين لما كنا في شابتر 1 كنا لما كان يقول لك انيشال ستيت وفاينل ستيت، كنت الغرض ان ده انك بتجيب النمبر اوف مول هنا وبتجيب يبقى الغرض من الكونديشنز دي انك تجيب النمبر اوف مول بتاعتها وشكر، بس ده الهدف منها. انا قصدي ان احنا تحت عوضنا ان الدلتا اتش عوضنا بيها 300 في التي، يعني كان في تي عوضنا فيها ب 300. ما فيهاش. بص الدلتا اتش، الدلتا اتش بص اكتبوا الحته دي، الدلتا اتش والدلتا اس نوت تشينج ويست تمبريتشر، خلاص نوت تشينج ويست تمبريتشر ما بتتغيرش، هتفضل الدلتا اس نوت والدلتا اتش نوت هم دول اللي استخدمهم في اي تمبريتشر. يعني اي تمبريتشر ان شاء الله 500 600 دلتا اتش نوت والدلتا اس نوت ما بيتغيروش بتغير التمبريتشر. ونكتب كده بط دلتا جي هي اللي تشينج، هي اللي بتعتمد على التمبريتشر، هي اللي بتعتمد على التمبريتشر الدلتا جي. طالما ملخبطاكم الدلتا اتش نوت والدلتا اس نوت نوت تشينج والتمبريتشر، ولكن الدلتا جي هي اللي بتحدد السبونتينيتي، ده هي دي الاساس، هي دي اللي بتتغير بتغير درجه الحراره. واول مثال قلناه ياكد الكلام ده، ان انت لما تعوض بدرجه حراره اكبر ودرجه حراره اقل مين بيتغير معاك؟ الدلتا جي. تطلع بالنيجاتيف فتقول سبونتينيوس، تطلع بالبوزيتيف فتقول نون سبونتينيوس. فاكرين اول مثال حليناه لما جبنا التمبريتشر عند زيرو عند الايكوليبريم وجينا زودنا درجه حراره واحده، مين اللي كان بيتاثر معاك في الفانكشن كلها؟ الدلتا اتش ولا الاس ولا الدلتا جي؟ الدلتا جي هي اللي بتحدد بيها السبونتينيتي، فهي اللي بتاثر بالتمبريتشر. اتفقنا دكتور؟ طب ما احنا الدلتا اتش هنا لو عوضنا فيها باي رقم تاني غير 300 قيمتها هتتغير في المعادله دي؟ لا لا لا، الدلتا اتش ما بتتغيرش بتغير درجه الحراره. بمعنى ايه؟ انا عندي رياكتنت اديتني برودكت، حلو، الدلتا اتش مثلا سي هنا الرياكتنت الاتش بتاعتها الاتش 10 جول وهنا 20 جول، الدلتا اتش بكام؟ 10، صح ولا غلط؟ جيت اثرت بدرجه الحراره، درجه الحراره رفعت لك الرياكتنت والبرودكت، بقت كام؟ 20 30، الدلتا بكام؟ ب 10 برضو. يعني انا عايز اقول ايه؟ الدلتا انت بتقيس التشينج، فالتشينج ثابت، يعني التشينج معاك ثابت بالنسبه للدلتا اتش والدلتا اي الفانكشن بتاعت الفيرست لو. انت واخد بالك؟ يعني واحد يقول لي طب ما انا اكيد باثر بدرجه حراره، يبقى الدلتا اتش هتتاثر والدلتا ايه هيتاثروا والدلتا اس برضه، بس انت بتقيس ايه؟ بتقيس ايه؟ اللي تشينج. هنيجي للدلتا اس برضه نفس الكلام، اللي تشينج ثابت معايا. علشان كده في المسائل دايما هتلاقيها يعني في الامتحان دايما بنكتب الجمله دي، يعني اسيوم الدلتا اتش والدلتا اس نوت تشينج وست تمبريتشر، احنا بنكتب كده في المساله ان هما ما بيعتمدوش على التمبريتشر لانك بتقيس الدلتا، خلاص، بينما الدلتا جي هي اللي بتاثر بالتمبريتشر. خدوا بالكم يا جماعه من القصه دي، خدوا بالكم من المعلومه. يعني انا مثلا جيت قلت لك مثلا كالكوليت مثلا، يعني علشان نفهم الحته دي كويس، كالكوليت دلتا جي for the following action. at 500 ديجري سيليزيوس، شوف دلتا جي at 500 ديجري سيليزيوس، وجيت كتبت لك بين قوسين الدلتا اتش نوت قد كده والدلتا اس نوت قد كده. شوف انا كاتبها لك نوت، يبقى لما تيجي تعوض، انا طبعا انا بقول كده يعني شكل مساله بس احنا انا بديك الفكره، يبقى ايه؟ هتقول لي ان الدلتا جي ايكوال دلتا اتش نوت ماينس تي دلتا اس نوت. انت هتقول لي هم متقاسين عند 25 بس ما بيتغيروش بتغير درجه الحراره، فبتعوض بيهم زي ما هم عادي، ما فيهاش حاجه. انما الدلتا جي ما اقدرش اكتب نوت، انا مش هكتب نوت هنا ليه؟ لان التمبريتشر دي مش 25. اكتب نوت امتى؟ لو التمبريتشر دي 25. انما طالما انا قلت لك 500 يبقى ايه؟ يبقى ما فيش نوت هنا. انما الدلتا اس نوت والدلتا اتش نوت الاثنين دول يا جماعه ثابتين معايا. فاهمين القصه ماشيه ازاي؟ يعني الدلتا اتش اللي احنا جبناها دي اصلا دلتا اتش نود؟ ايوه تمام اهو، الدلتا اتش نود والدلتا اس نود
هي نوت، هي ما اتغيرتش عن قيمه النوت، حتى لو انت يعني قال لك في كونديشن تانية خلاص يبقى انت دي تعتبر الدلتا اتش نوت بتاعتك ما بتتغيرش، لان انا بقيس الدلتا يا جماعه، بقيس الدلتا وبالنسبه برضو للاس بقيس الدلتا اس نوت ما بقيش اس بس، انما الاس اكيد واحد يقول لي طب ما انت لو زودت الحراره العشوائيه بتزيد، اه ده بالنسبه لحاجه واحده بس اس واحده، انما الدلتا ثابته ما بتتغيرش لانك بتاثر في الرياكتنت والبرودكت، فالدلتا واحد خلاص. هي فلما تيجي تعوض هنا تقول لي ايه؟ هتقول لي الدلتا جي انا عايزها عند 500، يبقى اروح جايب من الجداول الدلتا اتش نوت والدلتا اس نوت اهو اعوض بيها زي ما هي، ومعوض بكام؟ 773، والدلتا اس نوت زي ما هي. يعني معنى كده يا جماعه ان انت عندك بقى مليون دلتا اتش ومليون دلتا اس تعتمد على التمبريتشر؟ لا، هي الفانكشن مش كده، الدلتا جي بس هي اللي بتتغير لان هي دي بحدد بيها السبونتينيتي. مش عايزين نطول فيها قوي يعني، الموضوع اتفهم؟ معلش يا دكتور عندي سؤال. ها في تعريف الاس بيقول ان هي بتاثر على الانتروبي بتاع اليونيفرس، بتزوده يعني، او اي رياكشن بتزود الانتروبي بتاع اليونيفرس. تمام، هو ازاي اي بتزود وفي نفس الوقت الدلتا اس كونستانت؟ لا اللي بص اليونيفرس دي اللي هي السيستم بلس سراوندنج خلاص، يعني انت في برضو حاجه انت مش قادر توضحها، يعني في اليونيفرس دي اللي هو السكند رو ثيرموداينامكس، كنا قلنا الدلتا اس سيستم ما بتقدرش تحكم السبونتينيتي بتاعه الرياكشن، بدليل ان في بعض الحالات بتطلع بوزيتيف وبتبقى نون سبونتينيوس او العكس، فقلنا الدلتا اس توتال هي اللي بتحكم السبونتينيتي بتاعه الرياكشن مش السيستم، فالدلتا اس يونيفرس هي اللي لو بوزيتيف، لو محصله السيستم والسراوند بوزيتيف يبقى ده اقول سبونتينيوس، لو نيجاتيف اقول نون سبونتينيوس. يعني عايز اقول ايه، مش ممكن يكون في بعض المفاهيم بالنسبه لك في الثيرمودينامكس اه يبقى تتعدل هنا، تتعدل دلوقتي لان مش هيكون في فرصه تاني، اي حاجه بالنسبه لك كانت مبهمه لازم تتعدل دلوقتي في دماغك. يبقى اول حاجه عدلناها ازاي اجيب المينيمم تمبريتشر، او اول حاجه فهمناها ازاي اجيب المينيمم تمبريتشر الرياكشن بيكون عندها سبونتينيوس. تاني حاجه عرفنا ان الدلتا اتش نوت والدلتا اس نوت نوت تشينج وذ تمبريتشر، والمفروض لو انت بتحل مسائل كتير كنت عرفت الكلام ده، لان انا بديها لك دايما نوت عندها 25 بتعوض بيها عشان تجيب الدلتا جي ات اني تمبريتشر، ما فيهاش حاجه الدلتا جي بس هي اللي بتغير التمبريتشر خلاص. حتى شوف كل سكك الدلتا جي كلها ما عدا سكه واحده بس فيهم تمبريتشر، كل قوانين الدلتا جي فيها تمبريتشر. طب مين جدع يقول لي السكه الوحيده اللي ما فيهاش تمبريتشر ايه؟ البرودكت ناقص بس، لان دي تعتبر ماينس، بتجيب برودكت ناقص رياكتنت فعادي ما فيهاش تمبريتشر، انما كل سكك التمبريتشر كل سكك الدلتا جي فيها تمبريتشر. ده يعتمد ده 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 يدل على ايه؟ ان الدلتا جي ديبند اون تمبريتشر. شكرا، فهمنا الحته دي كويس، الحته دي مهمه، الحته دي يعني 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 باشمهندس اللي اثار الحته مهمه جدا مهمه جدا، ولو انت مش فاهمها هتحل غلط، هتيجي تدور في الامتحان انا عايز الدلتا اتش عند 500، هاجي اقول لك مفيش دلتا اتش عند 500، هي عند 25، هتيجي تقول لي يا دكتور انا عايز الدلتا اس عند 500 عشان اعرف اشتغل، لا طبعا مفيش الكلام ده، بتشتغل بيها عند ايه؟ عايز اسمع، بتشتغل بالدلتا اتش والدلتا اس عند ايه؟ ها؟ عند اي تايم؟ اي تايم؟ ايه يا باشمهندس؟ معلش حضرتك قلت ايه عشان ما سمعتش بس. هنشتغل بالدلتا اتش نوت والدلتا اس نوت دايما وهما متقاسين عند كام؟ 25 اعوض بيهم في اي حاجه علشان اجيب الدلتا جي ات اني تمبريتشر. جبت لك رسمه في سؤال وعليها اسئله، دي من الحاجات اللي طبعا بتبقى مشهوره في الامتحان، اجيب لك رسمه اي رسمه بقى اللوي فيس دياجرام اي حاجه واقول لك اي جمله من دول صح، دي على الفيس دياجرام بقى لعبتكم، هنختار ايه؟ يلا مديلك بوينتس، حاجه زي دي لما بتيجي تشتغل في الفيس دياجرام لازم تكمل، لان انا مش هديلك الفيسز، انا لازم انت تكمل عشان تعرف تقرا صح، دي سوليد ودي ليكويد ودي فيبر، لازم انت تكتبهم، لازم انت تكتب كده، يعني ده يعتبر ايه؟ سوليد ليكويد جاز. شوف بقى ال- 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 الجمل اللي مديها لك انهي واحده فيهم صح؟ بيقول لك ايه؟ at the temperature and the pressure
at point 4 يعني عند النقطة رقم 4 4 هو مدي لك الفيز ديجرام ده السبستنس واي الواي جاز ويل سبونتينيسلي كونفيرت تو ليكويد يا بي طب الناس ساكته خالص يعني ما اعرفش ايه السبب الاجابه بي تعالوا نشوف بي طب ما احنا كده كده هنقراها اد زيرو عند 1200 بار زيرو اهي طبعا هي نوت سكيل بس اكيد اكيد عند زيرو 1200 كلنا هنقف فين كلنا هنقف عند النقطه دي ازاي سوليد ازاي سوليد ازاي مين اللي قال بيه لا طبعا هو بيقول عند زيرو 1200 بار الماده هتكون موجوده في صوره سوليد لا طبعا المنطقه دي كلها ليكويد طب دي تبقى ايه لا هو مش حكايه طيب هو مش حكايه طب كذا طب كذا هو الموضوع عايزين نفهم عايزين نفهم ليه ده وليه ده بيقول لك سي هو انا يا جماعه قريت ايه بس ما كنسلتهاش يعني انا قريت ايه بس ما كنسلتهاش بس انا يعني بعتبر نفسي كاني بحل معاكم زيكم هعمل ايه هروح مكنسل دي خلاص مكنسل دي بس وانا شاكك فيها اركنها شويه لو انا مش متاكد هي ما فيش غيرها الباقي كله ما ينفع بالظبط دي اسمها الاستبعاد انك بتستبعد حاجات علشان توصل للهدف هتلاقي نفسك بقى ايه انت مش مقتنع بيها وانت معلمها يعني انت هتلاقي نفسك اقتنعت بعد تقراها كذا مره هتلاقي نفسك اقتنعت بيها بيقول لك اد بريشر اند تمبريتشر ات بوينت 1 اللي هو التريبل بوينت الواي سوليد والسبونتينس لكونفيرت تو جاز اند نو ليكويد لا طبعا البوينت دي بيكون موجود عليها السوليد والليكويد والجاز يبقى دي غلط اد بريشر اند تمبريتشر ات بوينت 3 فين بوينت 3 اهي اتفقنا ان البوينت اللي موجود على الخط بيكون فيه ايكوليبريم بتوين اللي فوق واللي تحت الليكويد والفيبر ايوه الليكويد والفيبر هنا ايه سوليد وجاز او سوليد والفيبر يبقى غلط ات تمبريتشر اند بريشر ات بوينت 2 فين هو اهي ايوه ده فيبر بس لانها موجوده في منطقه اتفقنا المنطقه يعني الاريا دي او المنطقه دي بتعبر عن حاجه واحده انما بوينت على الخط بتعبر عن ايه ايكوليبريم البوينت اللي في النص بتعبر عن ثلاث حاجات لازم تكون فاهم كده يبقى دي غلط اتفضل لك مين اللي انت كنت شاكك فيها تروح معلم عليها على طول طب تعالى نقراها ونفهمها يبقى فين الانسر الصح تعالى نقراها كده ونشوف ليه انتوا ما اخترتوهاش في الاول هنا بيقول لك ايه از تمبريتشر اند بريشر بص عند التمبريتشر والبريشر دي اللي هو تقريبا 100 وتقريبا يعني 1100 بار بيقول لك لو حطيت الماده واي هتتحول على طول لليكويد اه طبعا لو حطيت شوية جاز يعني شوف انت جبت جاز شوية جاز او فيبر من المادة واي يعني الفيز ديجرام ده للمادة واي اهو دي مادة اسمها واي خلاص جيت رميت شوية جيت هنا في المنطقة رميت شوية فيبر هل هيفضلوا فيبر ولا هيتحولوا على طول ليكويد عند البوينت فور تحولوا ليكويد على طول اسبونتينيوس هو فاكرين لما قلت لكم في الثيرمودينامكس السماء بتمطر بره ايه عند درجه الحراره اقل من صفر بتمطر تلج بس هل الميه نازله من السحابه تلج ولا هي بتتحول تلقائي لما درجه الحراره تبقى نيجاتيف بتتحول تلقائي لتلج فبتنزل تلج صح ولا غلط انتوا معايا يا جماعه ولا انا بكلم نفسي ولا ايه بس اه يا دكتور محمد مع حضرتك يبقى حضرتك الواي على طول اول مرمي كده شويه ماده شويه فيبر عند الكونديشن دي ما هي البوينت دي انت تتعامل معاها كايه كونديشن عند ال100 وعند الكونديشن دي الماده هتكون ليكويد الفيز ديجرامري بيقول لي كده فاروح ما ايه بسلكت على نمبر 1 هو دكتور بس يعني الفكره ان هو الجاز سبونتينيتي بتاعته اعلى من الليكويد فهيبقى تلقائي لا لا لا, لا بص, بص 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 جاز مش حكايات كده مش حكايات السبونتين مين قال لك يعني الفكره الاكسبريشن انت قلت غلط مفيش حاجه اسمها الجاز السبونتينيتي بتاع ايه الجمله دي جاي منين يعني الجمله دي ايه موقعها مش فاهم في حاجه اسمها الجاز السبونتينيتي العشوائيه بتاعت الغاز لا انت ما تحسبهاش كده انت دخلت الفيز ديجرام في الانترو بماشي انا معاك انت حسبتها كانها معادله وبتدخلها كانها بس الكونديشن بتاعتك فين يعني انا هنا عند الكونديشن دي الفيز ديجرام بيقول لي ان عند البريشر ده وعند التمبريتشر دي الماده واي دي بتكون موجوده في صوره ليكويد خلاص جيت انت حطيت شويه جاز في المنطقه دي اكيد هتحوله ليكويد تمام عشان دكتور اخر نقطتين غلط لي عشان مش فاهم
ما هو ده بقى يخليني اقول لكم ان انا ما كانش ينفع احل امتحان كامل عشان القصه دي، لان الناس مش مراجعه. اخر نقطتين اد بريشر اند تمبريتشر، عشان كده دايما اد بريشر اند تمبريتشر، يعني بقول لك الكونديشن بتاعتها خلاص. هنا الواي سوليد بيكون في حاله ايكوليبريم في البوينت 3 مع الجاز. هنا البوينت 3 دي ايكوليبريم بتوين مين ومين؟ مين اللي فوق الـ 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 الخط ليكويد ومين اللي تحت الخط الفيبر؟ يبقى الايكوليبريم بتوين السوليد والجاز، السوليد والفيبر، ولا ليكويد والفيبر؟ ليكويد والفيبر. يبقى الجمله صح ولا غلط؟ ادي غلط. ايوه اللي تحت بقى، يلا انت برضو اللي هتقولها. عند البوينت 2 بيكون في ايكوليبريم اصلا، يكون موجود سوليد فيبر بس. لان النقطه موجوده فين؟ في منطقه كامله خلاص. ويا جماعه ما تحسبهاش، يعني البشمهندس لسه كان بيقول دلوقتي لو انا هو الجاز عايز يحسبها بالانتروبي، لا انت كده، ما هو ده بقى اللي يخلي الواحد يعني مش متمكن في الامتحان ودخل الشباتر كلها مع بعض. فيقول لي هو عايزه يقول مش السبونتينيتي اعلى، عايز يقول لك الانتروبي اعلى بتاعت الجاز. طب ده هيقول لك ايه برضو؟ ما هو احنا ما بنحكمش من السيستم، يعني السبونتينيتي انت ما بتحكمهاش من الدا سيستم. هل احنا بنحكم السبونتينيتي من السيستم ولا من الاس توتال، من الدلتا اس توتال؟ فلو انت جات في دماغك انك تدخل السيرموداينامكس في الموضوع هتلاقي نفسك بقى مش توصل لحاجه. الموضوع ابسط من كده بكتير. طيب هنا in which of the following cases the reaction is spontaneous at all temperature. الجمله دي كده يعني انت بص، spontaneous at all temperature دي قلناها في المحاضره، الاكسبريشن ده على بعضه بي تيبل بوينت. تيبل بوينت ايه بس يا باشمهندس؟ الاول هنستبعد اخر نقطتين يا باشمهندس. مهندسين يعني كل ما بزود التمبريتشر. سؤال، فاكرين السؤال اللي انا قلت لكم افكت اوف ساين رقم بي، تاثير اشارات بي بي والدلتا اس على تلقائيه التفاعل؟ فاكرين لما قلت لكم، الدلتا اتش والدلتا اس يا اما نيجاتيف بوزيتيف يا اما بوزيتيف نيجاتيف يا اما بوزيتيف بوزيتيف يا اما نيجاتيف نيجاتيف؟ فاكرين يا باشمهندسين لما قلنا كده؟ انا عاوز في قانون الدلتا جي بتساوي دلتا اتش ماينس التي في الدلتا اس. ايوه هو بيقول بقى، انت طبعا انت مش هتعملهم كلهم عشان تحل سؤال، ده انت تسيبه احسن. يعني انت مش هتحل السؤال كله وتفتكر، انت لازم تلقط الاجابه على طول طبعا. يعني هو السؤال بيكون جاي يا جماعه، السؤال النظري بالذات لازم انت تكون انت فاهم، بس انت برضو في شويه يعني حفظ شويه علشان تختار على طول. انا معاك ان الفهم مهم، بس الفهم يعني انتوا مركزين، انتوا فاهمين عايز اقول ايه؟ يعني الاجابه احنا ممكن نختار على طول، مش محتاجين نجرب كل ده علشان في الاخر نشوف هو سبونتينيس تقول تمبريتشر في انهي كيس. انا بس بدل ما جايب لك بوزيتيف ونيجاتيف جايب لك اكبر من الزيرو واقل من الزيرو، فيها حاجه يعني دي تخضك من حاجه؟ يعني بدل ما اكتب لك بوزيتيف ونيجاتيف هو الحوار يعني بكتبها لك بالصيغه الصحيحه، يا اما اعلى من الزيرو يا اما اقل من زيرو. ليه؟ لان البوزيتيف ونيجاتيف لوحدها مش صح اجيبها لك في الاختيارات. ما هو يعني لان لازم اقول بعديها فاليو، وانا مش هقول فاليوز هنا، انا هدف السؤال محدد ايه الكونديشن اللي او الكيس اللي بتكون موجود فيها رياكشن اسبونتينيس ات اول تمبريتشر. الدلتا اتش اقل من الزيرو والدلتا اس اكبر من الزيرو، اللي هي انهي كيس؟ افتح المحاضره وشوف. احنا قلنا اربع حالات، احنا مش هنعيدهم تاني اكيد، انا بس بقول لك مكانهم فين في المحاضره عشان اللي مش مركز دلوقتي مش مشكله، لما تيجي تراجع ابقى شوفهم تاني. يبقى مين اللي سبونتينس قلت تمبريتشر الكيس اللي هي دي؟ يبقى مين اللي بيوضح معنى الدلتا اتش نيجاتيف والدلتا اس بوزيتيف في دول؟ يلا يبقى اختار دلتا اتش اقل من زيرو ودلتا اس ايه اكبر من زيرو، يبقى اللي هي ايه؟ فهمتوا تفكروا ازاي؟ فهمتوا يا جماعه تفكروا ازاي في السؤال؟ انت واخده زي ما انت واخده السؤال، بس انت مش عارف تجيبه من المنهج فين. يبقى ده موجود في الثيرمودينامكس، ده موجود، ده هتلاقيه في الثيرمودينامكس بتاع افكت اوف ساين. قلت لك ده سؤال نظري مهم، نفس السؤال اجيبه لك بطريقه تانية. ايه هي بقى؟ بص بقى، which one of the following reaction is non spontaneous at all temperature، وجايب لك معادلات. الحاله الثانيه تعمل ايه؟
تعمل ايه؟ ها نهايلايت على نون سبونتينيوس ات اولتم. برافو عليك. اللي قال الحاله الثانيه جدع، اللي هي ايه؟ دلتا اتش بوزيتيف ودلتا اس ايه؟ نيجاتيف. نيجاتيف. الدلتا اتش بوزيتيف اللي فاهم هيروح مكنسل دول من الاختيارات اصلا على طول. ليه؟ ليه؟ لان الدلتا اتش فيهم بالايه؟ الدلتا اتش بالنيجاتيف. ايوه اروح مكنسلهم على طول خلاص. يبقى انا فين؟ في الاحتمال الاول والثاني. طب انا ناقصني اثبت مين اللي الدلتا اس، مين في الرياكشنز دي الدلتا اس بتاعته بالنيجاتيف؟ نجيب الدلتا ان بي. ها بي دلتا بي. ها يا باشمهندسين عرفتوها ازاي؟ عرفتوها ازاي؟ انا عايز بس عشان انا عارف ان في ناس يعني عايز تعرف جبناها ازاي. نمبر ايه الدلتا اس؟ احنا ممكن نشوف هي بص. ايوه بالظبط، برافو عليك. تمام، ممكن نشوف هي بص ولا نيجاتيف من غير ارقام من الستيت. خلاص، لما انا اكون قبل السهم سوليد اهو، وبعد السهم يعني قبل السهم ماده سوليد اتحولت لجاز، يبقى الانتروبي هنا ايه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ مش انا مش عايزها كفاليو، انا عايزها كساين. الفاليو اه بتقول اس برودكت، اديك قيم تجيبها. انا مش عايز ده، انا عايزك تجيب لي اشاره الدلتا اس علشان منهم بالاشاره الدلتا اتش والدلتا اس تقارن. طيب هل البوزيتيف والبوزيتيف هو اللي احنا عايزينه؟ لا، البوزيتيف والنيجاتيف. احنا ايوه عايزين البوزيتيف والنيجاتيف. يبقى هعمل ايه؟ ابص على تحتيها. ممكن خلاص، يبقى هي دي اللي فاضله، هي دي اللي فاضله. دي طريقه حلك للسؤال، هتلاقي نفسك بتكنسل حاجات وبتختار صح. بص بقى كده، هنا انت عندك كله جاز، بس قبل السهم، قبل السهم عندك 1.5 مول من الجاز. لما تفاعلوا مع بعض ادالك 1 مول بس، يبقى مقدار الانتروبي قل ولا زاد؟ قل. يبقى الدلتا اس هنا ايه؟ قلت. ايوه قلت. يبقى هي دي اللي انت عايزها، الدلتا اس بالنيجاتيف والايه والاتش بالبوزيتيف. خلاص، واحد يفكر بطريقه تانية يقول لك انا عندي قبل السهم 2 جاز بيتحركوا، يبقى الانتروبي في الماكسيمم فاليو بتاعتها بوزيتيف. بعد السهم الدنيا مركب واحد بيتحرك، يبقى الانتروبي قلت. تتفهم بكذا طريقه. خلاص، يبقى فين الانسر؟ فاهمين يا جماعه؟ انا مش هقول لك اصل انا يا جماعه لما 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 اديتكم الحته دي في المحاضره اكيد انا مش هقول لك الساين بوزيتيف ولا نيجاتيف. يعني الموضوع مش همشي كده، لازم اجيب لك سؤال، يعني اسالك سؤال ومنه تستنتج انت الاشارات، هل هي بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف، وتشوف انت ايه اللي محتاجه. اجيب لك قول لي سبونتينيوس امتى ات هاي تمبريتشر، امتى سبونتينيوس ات لو. يبقى دي تراجع من المحاضره، تراجع من المحاضره، مهم جدا. الموضوع مش سر ولا حاجه، بس افهم السؤال عايز ايه، او تجيب اشاره الدلتا اس ازاي. يبقى يا اما اجيبها لك اكبر واصغر هي بوزيتيف او نيجاتيف برضو، يا اما اجيب لك معادلات تستنتج منها الاس او الدلتا اس بوزيتيف ولا نيجاتيف. ليه بعمل الوي؟ ايه الهدف من ان انا بعمل الوي؟ هو جنطه العربيه، جنطه العربيه ميتال ولا الوي؟ جنطه العربيه ميتال. انا عشان اعمل النهارده بالظبط الوي، يعني النهارده علشان ماشي عربيه تشيل حموله تشيل مش عارف ايه، اكيد مش ميتال عادي. لان يا جماعه هو ايه اللي خلى الناس تلجا انها تعمل الوي؟ علشان البيور ميتال لما بيجي يعمل كده او لما تيجي تشوفه تحت الميكروسكوب عباره عن ترتيب منتظم ريجولر ارينجمنت للاتومز. خلاص كده، وسترونج اتراكشن فورسز مختلف عن الجاز والليكويد. طيب لما تيجي تشوف هنا هتلاقي هنا في سبيس، الاحمر ده سبيس والاحمر ده سبيس والاحمر ده سبيس، توتالي كده في الماده بيكون فيها سبيس، يعني فراغ. ده بيضعف الماده ولا بيقويها السبيس ده؟ بيضعفها. فجي الناس قالت لك ايه؟ طب ما انا اجيب اتوم صغيره، اجيب اتوم صغيره اروح اعملها فين؟ اروح مدخلها في المسافات البينيه بين الاتومز دي، يبقى الفراغات قلت ولا زادت؟ الفراغات تكاد تكون مش موجوده. يبقى انا كده قويت، عملت الوي. يبقى الالوي دي عباره عن اكتر من ميتال مع بعض.
اتفقنا؟ زي الحديد اللي بنبني بيه، هل ده حديد بيور ولا بيسموه حديد تسليح؟ حديد التسليح ده اللي بيشيل عمارة وبيشيل يعني بيقدر يشيل سكان يعني الموضوع يعني مش حديد بس، الحديد هيوقع عمارة، ده الغش في الكلام ده. فلازم يكون بيسموه حديد تسليح. ايه حديد التسليح؟ عبارة عن حديد عادي مضاف له ايه؟ مضاف له كربون، يروح الكربون داخل في المسافات البينية بين الحديد ويروح مزود الصلابة. عايزين بقى نختار المعنى ده، عايزين نختار حاجة بالمعنى ده. طيب هو بيزود الصلابة بس والكروجن بيقوم التآكل، بيقلل ميلتنج بوينت. ايه؟ وبيقلل ميلتنج بوينت. بيقلل ميلتنج بوينت، برافو عليك. لان البيور ميتال محتاج انرجي عالية. يعني ايه محتاج انرجي عالية؟ يعني انت عشان تسخن الميتال بتوصل ل 600 و700 ساعات 1000 و1400. يعني انت متخيل ارقام ازاي؟ انت عشان تسخن الميتال وتعمله ميلتنج فمحتاج وقود كتير، فانت يعني على فمحتاج مواد بترولية. فانت لما تعمل الالوي بتقلل ميلتنج بوينت، دي ميزة ولا عيب؟ بتقلل ميلتنج بوينت، دي ميزة لانك ما استهلكتش كميات وقود كبيرة. فانكريز الميلتنج بوينت ده مش معانا. انكريز الهاردنس اند ديكريز الكوروجن ريزيستنس. لا خلي بالك، انا مقاومه التاكل دي كوروجن ريزيستنس، مقاومه التاكل بتقل ولا بتزيد؟ بتزيد، يبقى ده مش معانا برضو. ديكريز الهاردنس مش محتاج اكمل، ده مش معانا. يبقى انكريز الهاردنس اند انكريز كوروجن ريزيستنس هو ده الانسر المظبوط. يبقى بزود صلابه، بزود مقاومه للتاكل. طبعا شابتر التاكل ده هتفهم يعني برضو الحته دي اكتر 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 واكتر لما شابتر التاكل الكوروجن نزل من شويه قبل ما ادخل المحاضره بالظبط، نزلناه على ال ام اس. هو شابتر الكومباشن، هو شابتر الايه الكومباشن. اقعد عليهم النهارده، بكره باي ماكسيمم اقفلهم وبيضهم كويس علشان يبقى خلاص قفلت الماده دي وتشوف غيرها. والسايكل بقى اللي انت متعود عليها من الترم الاولاني، شوف انت كنت بتراجع ازاي وبتظبط حالك ازاي، وكل كل واحد قدر بظروفه. هنا اكسجن اوف ايديال جاز، احنا السؤال ده علناه قبل كده في الريفيجن الاولانيه قبل ميد ترم. مدي لك الايه، الايه دي بتمثل ايه؟ بتعبر عن ايه الفاليو دي؟ بتعبر عن ايه الايه دي؟ بتعبر عن الاكتيفيتي او الضغط برضو. الاكتيفيتي انا بجد مش قادر يعني مش عارف اقول ايه بجد، مش عارف اقول اضحك ولا مش عارف اعمل ايه. الاكتيفيتي دي يعني ايه اكتيفيتي؟ ايه اللي جاب الاكتيفيتي هنا يا شباب؟ الاتراكشن فورسز، بتعبر عن الاتراكشن فورسز بتوين الجاز موليكولز. طيب هنا كل ما الايه زادت، كل ما الايه زادت الديفيشن، انا عايز اوصل للماكسيمم ديفيشن. مين في دول بيبقى عنده ماكسيمم ديفيشن؟ اختار ايه؟ اختار الهاي فاليو للايه؟ ما احنا يعني ايه ديفيشن؟ افكرك تاني، احنا قلنا الايديال جاز ما فيهوش اتراكشن، لما بيحصل اتراكشن بيبقى فيه ديفيشن. طبعا الديفيشن متفاوت على يعني على كل غاز. مين ماكسيمم ديفيشن؟ اختار الاعلى في الايه. مين الاعلى في الايه؟ كلوراين CL2. يبقى ايه؟ اما نيجي نختار، طب لو جبت لك البي برضو نفس الكلام، البي ده الاكسكلودد فوليوم. كل ما زودت قيمه البي، الاكسكلودد فوليوم اللي هتحرك فيه او الحجم المستبعد اللي انا مش هتحرك فيه بيزيد. يبقى ايه؟ يبقى ده ماكسيمم ديفيشن. يبقى الابسولوت فاليو بتاعه الاي والبي بتاعه الريل جاز دي ناخدها في الاعتبار ان بتوصل للماكسيمم ديفيشن. كل ما زودت قيمه الاي والبي، يبقى زودت الاي او البي، لو او جبت لك حاجات خاصه بالبي برضو نفس الكلام، البي لما بتزيد الماكسيمم ديفيشن بيزيد. دكتور سؤال بره الشيت، يعني ينفع حضرتك تبعت لنا الشيت ده عشان نحله تاني؟ ده ماشي، مفيش مشاكل. تمام، شكرا. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ The amount، اخر حاجه فاضل السؤال ده اخر حاجه، وسؤال تاني هنكتبه، سؤال تاني هنكتبه. كنت عامل حساب اكتبه قبل ما ادخل، بس يعني قلت نكتبه مع بعض احسن. خلي السؤال ده في الاخر ونكتب السؤال ده. يلا بيقول ايه؟ بيقول لك كالكوليت ده على السوليوشن، كالكوليت
the vapor pressure of one M solution of a non-volatile solute in water at 50 degrees Celsius. We given the vapor pressure of H2O equal 0.122 atm at 50 degrees Celsius. مسألة دي جديدة. هنحلها ازاي؟ بيقول لك calculate the vapor pressure of 1 m solution. هنحلها بكليبرون. السوليوشن ده ايه؟ of non-volatile solute in water at 50 degrees Celsius. The vapor pressure of water كذا. المسألة دي الأول. المسألة دي هو بيقول يعني ايه 1 M؟ المسألة بالظبط، المسألة دي سوليوشن، المسألة دي سوليوشن خلاص. بس مفهوم كتير بيقول لك الفيبر بريشر اوف بيور ووتر كذا، هو عايز الفيبر بريشر بتاع السوليوشن. يبقى المسألة دي سوليوشن وصورة في ليكويد، بس شكلها جديد. يعني شكلها بالنسبة لك انت متعود يدي لك البي نوت ويدي لك الاكس، او تجيب انت الاكس من النمبر اوف مولز. بس المسألة ما فيهاش الكلام ده، هتعمل ايه؟ المفتاح المسألة كله موجود فين؟ موجود في ال 1 ام. هنترجم ال 1 ام لعدد مولات الملح البلد. واحد مول، برافو عليك. والكتله بتاعت الميه بكيلو جرام. بالظبط جدع، برافو عليك، ممتاز. ايه هي المولالتي؟ هي عباره عن ايه؟ نمبر اوف مولز اوف سوليوت بير، اللي دايب في قد ايه؟ 1000 جرام H2O اللي هو 1 كيلو جرام. مش دي تعريف المولالتي؟ صح؟ يبقى انا لما اقول لك، لما اقول لك انا عندي 1 ام، ايه المقصود ب 1 ام؟ ايه المقصود ب 1 ام يا شباب؟ يعني اقول لك 1 ام يبقى 1 مول دايف في قد ايه؟ في 1000 جرام. 1 كيلو جرام. إن 1000 جرام ايه؟ مية. بس كده. طب جبت لك 2.5، جبت لك 3، جبت لك 4، جبت لك، يبقى الرقم اللي بيكتب جنب الام ده هو عدد مولات السولت، بغض النظر بقى عن اسمه ايه. انت بتاخد كونسبت، يبقى الرقم ده هو ايه؟ يبقى 1 مول من السولت بتاعك دايف في 1000 جرام، و1000 جرام دي ثابته. هو انت بتغير حاجه واحده بس اللي بتدوب في الميه، ال1000 ثابته. انت بتدوب 2 مول، 3 مول، 4 مول، كل ده يعني ايه؟ ال1000 دي ما بتتغيرش، ما ينفعش تغير الاثنين، هي حاجه واحده بس بتتغير كميه الملح، كميه الميه ثابته خلاص. يبقى انا لما اجيب هو عايز ايه؟ عايز البي توتال. البي توتال بتساوي ايه؟ الاكس ايه، الاكس ايه في البي نوت ايه، اللي هي هنمسح الايه ونكتب بدلها الميه عشان احنا عندنا السولفنت ميه. بس كده انا مدي لك البي نوت ووتر بكام موجوده اهي في المساله؟ 0.1 متقاس عند 50. التمبريتشر مش هتفيدك بحاجه، بلخبطك بيها، بس هو قاسها عند 50. دي يعني المفروض تفهمها كده. يبقى ايه؟ يبقى دي 0.122. طب الاكس زي ما اتفقنا، اشد خط ال NH2O على ال NH2O بلس ال N صوت، هو مش قال لي اسمه ايه، اكتبه صوت في مين؟ 0.122.
يلا اجيب ال n ازاي بتاعه الميه اهو. ما انت عندك ايه ال 1 m دي يعني 1 مول دايب في 1000 جرام، يبقى الماس 1000 جرام، يبقى اروح كاتب 1000 على ال 18 على برضو نفس الكلام لان الميه جزء من الميكشر، 1000 على ايه على ال 18 زائد 1. برافو عليك. على بعضه بقى، ما اقولش 1 على حاجه، لا على بعضه 1 مول، لان احنا لما جينا ايه قلنا التعريف قلنا ايه 1 مول خلاص في مين 0.122 بس كده. ايه رايكم في المساله دي اي تي ام؟ مساله حلوه، مساله حلوه جدا جدا. خلاص الناس يا جماعه، وانا بحل اللي شايف نفسه يعني حاسس مش عايز الحل ده او الريفيجن دي تخليك ان انت، انا قلت لك بعد ما نحل هتحس نفسك ان انت بتبص للمنهج بمنظور تاني، اللي حاسس ان هو مش ماشي قوي معايا، اللي حاسس ده مش عيب، ده مش عيب. احنا لسه يا جماعه الامتحان النهارده كام؟ النهارده 7، بدايه الامتحانات 19. انا مش بتكلم عن الصور الماده دي بس، ده انت تقعد على المناهج كلها وتخلصها قبل الامتحان، ايه المشكله؟ هنا بقى اخر سؤال، ده بتاع شابتر الكومبشن، ده بتاع شابتر الكومبشن اللي انت هتسمعه النهارده، المفروض هتسمعه النهارده وهيجي لك فيه سؤال واحد، هيجي لك فيه كذا سؤال. شابتر الكومبشن بسيط وسهل جدا، فمش يعني مش عايزه يقع منك، افهم كويس قوي بياضه واعرف المساله بتتحل ازاي. خلاص يعني مثلا على سبيل المثال حاجه زي دي، بس مش ده كل يعني مش ده حل المساله كلها، يعني المساله ليها برضو مطالب تانية. بيقول لك the amount of oxygen required for combustion of 1 gram، يعني هنا انا عايز احرق، بص بقى مديلك will be كذا if you know that. المشكلة ان انا لو حليت دلوقتي انت ممكن ما تبصش للفيديو. مسألة زي دي انا عايزك تبص للفيديو بس، عايزك تسمع الفيديو علشان بس ايه تبقى الموضوع بالنسبة لك يبقى انت اللي يعني بتبيض وبتبقى عارف انت بتعمل ايه. هو دكتور الفيديو فيه مسائل صح؟ هو مسألة واحدة تمام، علشان بس بقاش ان انا حليت من يعني من النص كده يعني وانت مش فاهم الموضوع من الاول بيتكلم على ايه، فبص للفيديو هتلاقي نفسك حليتها يعني مفيش مشكلة. يعني مش عايز اتكلم كتير يعني في النصايح وكده، كل واحد اضرب يعني بعارف هو بيراجع ازاي وعارف هو عمل ايه في الترم الاول وجاب نتيجه حلوه ازاي في الترم الاول، واللي مش اللي ربنا ما وفقوش يبتدي يشتغل على نفسه ويعني يذاكر بطريقه منظمه، ما يعني ما يحاولش ان هو